بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة ما حصل في شيخ مشايخ الطرق الصوفية بعد وفاة المرحوم أحمد كامل ياسين، كل الصحافة بتتكلم على إن العلاقة اللي بيننا وبين الملحق الثقافي الإيراني، عشان كده الدولة قالت لا، ما يبقاش الشيخ علاء أبو العزيز، أحسن يكون شيعي. والحقيقة أنا صرحت كذا مرة، قلت ما فيش حاجة اسمها شيعة ولا في حاجة اسمها سنة. دي المسميات التفرقة بين المسلم والمسلم. الإخوة الشيعة عندهم الفقه بتاع الإمام كعصر السابق، والسم السنة عندهم أربع فقهاء، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام بن حنبل. فمفيش داعي نقول شيعة وسنة. ازاي ما انا مثلا رايح اقدم لخطبة حد من اي مسلم في مصر لما يعرف ان انا مسلم مالكي او مسلم شافعي وهو حبالي مثلا، مش هيقول لا، مش كده؟ فمفروض يبقى مسلم شافعي، مسلم حنفي، مسلم مالكي، مسلم حنبلي، مسلم جعفري، مسلم زيدي، مسلم عبادي، مسلم ظاهري، على حسب الفقهاء بتاع الأئمة كل مذهب. إنما ليس دين آخر إننا أقول الشيعة لهم دين وأهل السنة لهم دين. وزي ما قالوا كل الناس، لأن الإمام الشافعي يعني رجال المغفرة دول يعني هم حب آل محمد، فليعلم الكل أني إيه؟ رافض. الكلام التشويه على صورة المسلمين بيننا وبين بعضنا بيخلي الناس للأسف الشديد بيبقى عندها مفاهيم عن جهل خطأ. يعني أنا مرة شفت في الإيميل بتاعي واحد جايب الرافضة وجايب واحد بيشرب سجاير. ما أئمة أهل السنة أغلبهم بيشربوا سجاير. يعني الكلام اللي بيتقال عن جهل. لما أنا الله يرحمه الشيخ الشعراوي في بادئ حياته وحضرت له جلسات، كان السيجارة بيولعها من السيجارة. يعني مش مجرد ان يعني السيجارة بتفيها ويولع بعد شوية، كان بيبقى عنده سيجارة من السيجارة. وده كان يعني مش خطأ، أنا بقول هو خطأ، إنما عند غالبية الناس ما هوش خطأ وما هوش حرام. وأنا فاكر مرة قبل ما الشيخ مصر فريد فواصل قال إن السجاير حرام، قلتها وكنت بقولها باستمرار إن السجاير حرام، وكان فيها أئمة مساجد بتتخانق معانا ما تقولش حرام لا أو مش عارف، لحد ما طلعت الفتوى كله سكت. فهل يعني وجود نزاع بين السنة والشيعة؟ احنا كلنا مسلمين نختلف في الفقه بتاعنا، وبين الفقه المالكي وبين الفقه الشافعي في اختلاف، وبين الفقه المالكي والفقه الحنفي في اختلاف، وبين الحنبلي والشافعي والمالكي كل ده كله في اختلاف، واختلافهم رحمة. وبرضه الفقه الكعفري لازم يكون في اختلاف،
وبرضو يبقى اختلافهم لحظة. المشكلة كمان ان في ناس فاهمة ان الامام مالك والامام الشافعي والامام ابو حنيفة والامام ابن حنبل دول قبل التشيع او مذهب الامام جعفر الصادق. فقلت لهم برضو لا، ده الامام جعفر الصادق هو استاذ الامام مالك واستاذ الامام ابو حنيفة، وقول الامام ابو حنيفة لولا السنتين لهلك النعمان كان بيصحح له مفاهيمه الامام جعفر الصادق. والامام الشافعي تلميذ للامام مالك، وابن حنبل تلميذ للامام الشافعي، يعني استاذهم جميعا هو الامام جعفر الصادق. يختلف معه ونختلف مع هؤلاء وهؤلاء، انما احنا كلنا مسلمين التمانية. وحجة ان بعض الناس بتروج وتقول ان الطريقة العزمية يعني شيعة بس صوفية او بيروجوا للمذهب الشيعي، انا دايما قلت انا ما عنديش في نظري فرق بين شيعي وبين غير شيعي الا اذا كان هو مسلم وعلى فقه مذهب الامام جعفر الصادق، وانا على فقه مذهب الامام مالك، وغيري على مذهب الامام الشافعي، وهكذا. ده اختلاف في الفقهاء، ما اختلافش في الدين. وكل الائمه اللي قبل كده قالوا الفرق بيننا وبين المذهب الجعفري في الفروع وليس في الاصول، ولا يزيد الاختلاف عن 5%، يعني يمكن اقل كمان من 5%. وانا بقول برضو بقولها ليه هم يعني اللي بيكلموا لك الشيعة والسنة ما هماش حبا في التسنن ولا كرها في التشيع، ولكن حبا لبقاء دولة اسرائيل. كل اللي بيفرق بين المسلمين والشيعة والسنة دول اللي هم عملاء لدولة اسرائيل. ليه؟ لان المسلمين الجعفرية موجودين في ايران، وايران هي اللي بتهدد اسرائيل، وحزب الله برضو مذهب جعفري وبيهدد اسرائيل. فكل واحد عاوز يبكي على اسرائيل في الوطن العربي هو الراجل اللي هو بيفرق بين المسلم ويقولك الشيعة والسنة. احنا نفسنا ان فلسطين تتحرر، نفسنا ان اسرائيل تنتهي. حلم وحلم كل مسلم مخلص لدينه ان لابد ان فلسطين ترجع مسلمة، والقدس ترجع تبقى اسلامية، وتبقى اسرائيل لا وجود لها. لا امل وحلم كل واحد مسلم حريص على دينه. العملاء بقى اللي هم بيحافظوا على البقاء الاسرائيلي يقول لك شيعة وسنة، لدرجة ان ايام حرب حزب الله كان يقول له حتى الدعاء ما تدعوش لحزب الله بالنصر، يعني بلغ بهم الاجرام والعمالة ان هو بيدافع عن اسرائيل ضد حزب الله، او بيحمي اسرائيل ضد حزب الله. منطق طبعا مغلوط، واساسه هو الحفاظ على اسرائيل. وفي نقطة مهمة جدا يمكن التاريخ ذكرها، لما الراجل مش عارف بن جوري برنير راح لروزفلت وقال احنا متشكلين على اعترافكم، ولا الامريكتارة على اعترافكم بدولة اسرائيل، فقال له احنا اقمنا مملكة لتحافظ على اللي هي دولة اسرائيل. طبعا المملكة معروفة من هي، وطبعا اللي هي عمرها ما حاربت اسرائيل، واللي هي برضو علماءها كانوا بيدعوا
يدعو المسلمين ان هم حتى الدعاء ما يكونش لحزب الله, ده يكون طبعا معروف. وللأسف المسلمين ماشية لان اغلبنا, وده قصور في الدور الصوفي. الدور الصوفي ده هو المفروض يفهم او يصحح مفاهيم الأمة اللي هم عايشين في وسطها, بحيث ان فعلا يبقى الواحد مننا عارف دينه وعارف ايه الصح وايه الغلط. انما نتيجة جهل اغلبنا بيحصل ان بيسمع كلمة من واحد مرب دينه يقول لك ده حرام يبقى حرام, ده حلال يبقى حلال, ولا هو حرام ولا هو حلال, وبيفتوا فتاوى كالله ومعسين ولا عن جهل. واحنا قبل كده قلنا نقعد معاكم نتفاهم معاكم ورفضوا الحمد لله, لانهم برضو جهلاء, ما هماش هم علماء, لا هو بس البكالوريوس بتاعه او الدكتوراه او الماجستير بتاعته في اللحية فقط, لا رب لحيته لنا كعلم مفيش. انما الحمد لله ربنا ابتلانا بهذه القنوات الفضائية, وكان المفروض يبقى في قنوات تبقى صوفية تبين الناس الصح فين والغلط فين. والحمد لله علماءنا الصوفيين يمكن اكثر بكثير من علماءهم اللي هي تبع المذهب الوهابي. وان شاء الله في يوم من الايام برضو تدني هذه القناة وتعمل هذه القناة عشان تصحيح المفاهيم ونشر الدين صحيح المعتدل اللي هو بعيد عن الاذهان وبعيد عن الكريمة وبعيد عن السياسة اللي هي في خدمة الاستعمار او دولة اسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.